أهلا وسهلا فيكم من جديد. ضيفنا هلأ المهندس خالد الزعبي، وهو مدير عام شركة تسويق المنتجات البترولية الأردنية جو بترول. واليوم رح نحكي أكثر عن شركة تسويق المنتجات البترولية جو بترول، وكمان عن مبادرة خير اسمها على الخير اجتمعنا. أهلا وسهلا فيك. أهلا فيك. أول شيء باسمي وباسم موظفين جو بترول نقدم تحية لجلالة الملك ولكافة النشميات ونشامة الوطن كلهم في موقع. أكيد وأنتوا منهم يعني. مهندس خالد، أكثر من 2000 أسرة بالأردن استفادوا من المبادرة اللي قمتوا فيها مع تقية أم علي بتوزيع المحروقات على هاي الأسر، احكي لنا عن هالخدمات اللي عم تعملها. أول شيء بدي أحكي عن جو بترول. جو بترول هي شركة أردنية وطنية مملوكة لمصفاة البترول، وهي معنية على مدار 60 عاما بتنمية المواطنين وتنمية المحافظات. فمن هذا المنطلق بلشنا بمبادرة على الخير اجتمعنا. الخير اجتمعنا، فبلشنا بتوزيع وببداية الشهر وزعنا 1000 لـ1000 أسرة كاز بكميات متساوية في محافظة العاصمة، ومن ثم انطلقنا قبل يومين للجنوب وزعنا كمان كاز على 1000 أسرة بكميات متساوية، وذلك كان كله بالتعاون مع تكية أم علي. كثير حلو. طب ايش الاهداف، اهداف شركه جو بترول؟ جو بترول لن تتوانى عن تنميه المجتمع المحلي ومعرفه جيوب الفقر للمساعده. فعلى مدار 60 عاما قامت بدعم المجتمعات المحليه ودعم البلديات ودعم المؤسسات التي بحاجه الى دعم، فهناك مبادرات كثيره على هذا المجال. هلا كثير دائما احنا بنعرف انه في لكم مبادرات لتطوير المجتمعات المحليه. Yes. فبتقدر تحكي لنا عن هالمبادرات؟ في مبادرات الان بلشنا بمبادرات تطوير المجتمع، في مبادرات على مستوى التعليم ومبادره على مستوى الصحه المهنيه والسلام المهنيه، وهناك مبادره في تنميه القدرات لتنميه الموارد البشريه. فبلشنا بدانا في تنميه الموظفين، فالموظف ببلش عامل محطه بترقى لسير مسؤول محطة لمدير للمحطة ومن ثم مدير إقليمي، وهاي الهدف منها للمساعدة بالحد من البطالة. طبعا الحد من البطالة في التخلص من ثقافة العيب. حلو. يعني حتى لو بدأت عامل محطة هذا لا يعني أنك رح تضل، ولكن في فرصة دائما أمامك لتطور نفسك وأيضا يعني تعلى وتترقى أيضا بالزبط. في مهنتك لا زي ما حكيت عم بيوصل مدير إقليمي، فهذا مدير أيضا إقليمي منصب بالزبط. حلو. يعني صارت عندكم أنه من اللي بدوا عمال محطة صار بلش مدير إقليمي، صار مدير إقليمي، وهسه احنا اتفقنا مع وزارة العمل على عمل مركز تدريبي للتخلص من ثقافة العيب، اللي هي أنه يجب أن المواطن الأردني ما يستحي أنه يشتغل عامل محطة، لأنه عامل محطة مثل أسر كل شبابنا بيطلعوا لأوروبا وأمريكا ممكن يشتغل، برجع بفتخر بيقول والله أنا كنت عامل بكازية ومعهم دكتورة وهالمجرة. فهاي اللي صار. فالآن احنا بلشنا بهذا النمط وبلشنا نعمل مركز تدريبي وتدريبي للتخلص من ثقافة العيب. يعني معناته هناك يمكن رندا وعطوفة مهندس خالد قديه في عندكم هون أهداف مجتمعية، أهداف أخرى أيضا غير يعني كشركة نفطية وتوزيع نفط وإلى آخره، ولكن في أهداف تتعلق بثقافة العيب، ثقافة المجتمع، يعني عم بيكون في لكم أيضا اتصال. احكي لنا أكثر عن الأهداف الشركة الأخرى المعنوية، خلينا نحكي أيضا. احنا اتصال الآن احنا عم تنمية، في عنا مبادرة الآن سنطلقها قريبا وهي توظيف فتيات للعمل بإحدى المحطات، ونعملها تجربة رائدة داخل الأردن للبدء فيها، وهاي راح تلاقي إحسان بحد اعتقادي، لأنه في بطالة، لأنه فيش فرق بين بنت وشاب. فلذلك يجب أن نتخلص من ثقافة العيب عند السيدات، لأنه سبب واحد أنه الآن البنات يمكن بيستحوا يشتغلوا، لكن لازم نتخلص منها ولازم نجربها وبادرنا فيها، وراح إن شاء الله قريبا تزرع حملة، راح نعمل لها حملة دعاية بشكل مكثف.
لازم نخلص منها بكل كازيات جو بترول. مبدئيا نعملها بكازية وراح نبلشنا فيها وراح إن شاء الله قريبا راح نطبقها. إمتى ممكن نشوفها؟ يعني خلال أقل من شهر ونص راح تشوفوا بإحدى كازيات عمان بنات لحالهم بيشتغلوا كامل بكامل بأوجههم كامل وبرواتب مجزية كمان عشان نشجعهم عشان نعطي حافز وبشغلة يعني مرتبة. قد ايه تقريبا عدد الموظفين بجو بترول؟ عدد الموظفين مصفات البترول كامل 3000 بس بجو بترول الآن 400. طبعا في تطور الآن لأنه احنا عدد الكازيات قاعدة بازدياد مستمر كل يوم قاعدين بنفتح محطات باللوجو الجديد تبع جو بترول. طب مهندس خالد قد ايه بتحسوا الاهداف اللي كنتوا ساعين لها قد ايه لهلا حققتوا بالمية يعني بنسبه قد ايه انتم حسيتوا انه تحققت من اهدافكم سواء الاهداف المجتمعيه الاهداف التسويقيه ايضا لشركه الجو بترول؟ احنا اول شيء الجو بترول هي تاسست سنه 2013 فلما كانت زمان مصفات البترول مش معنيه بامور المحطات لانه كان المحطات ياسسها مواطنين فمش معقول انه كان ترخيص يطلع من المصفات البترول ويصير ينافس أصحاب المحطة. فمع خصخصة القطاع ب 2013 ظهرت شركة جو بترول اللي هي وليدة عن المصفى وهي بنت المصفى فصارت أنه تمت بهذا القطاع مشان حماية أصحاب المحطات حماية أصحاب المحطات. فأصحاب المحطات كلياتهم صاروا تقريبا الجزء الأكبر يتزود من شركة جو بترول وإحنا هدف عنا لازم يكون عنا على الأقل 200 محطة منتشرة في جميع أنحاء المملكة سواء مملوكة لنا أو مملوكة لمواطن آخر لكن يجب أن يلتزم بالشروط تبعاتنا وأمور السلامة وأمور المبيعات وهالمجرى. هل حضرتكم بتكونوا زي مصفات البترول زي جهة رقابية على المعايير الكازيات طبعا بالأردن؟ المعايير صار جهة المواصفات والمقاييس هي مسؤولة عن عملية تطبيق الأنظمة لكن مصفات البترول هي مسؤولة عن تزويد وعن تحسين الإنتاج. أيوة إحنا معنا فيديو لجو بترول أظن رح نستعرضه مع بعض عشان نأخذ فكرة أكثر عن الشركة. جاهز الفيديو؟ هاي معنا هلأ الفيديو نستعرضه مع بعض. عنوان مبادرة على الخير اجتمعنا أطلقت شركة جو بترول إحدى شركات مجموعة مصفات البترول الأردنية وذراعها التجارية لتوزيع المحروقات في السوق المحلي مبادرة خيرية بالتعاون مع تكية أم علي شملت توزيع كميات كبيرة ومتساوية من مادة الكاز على الأسر المعوزة والعفيفة. يأتي إطلاق على الخير اجتمعنا تماشياً مع التزام جو بترول بالمسؤولية الاجتماعية لدعم وتنمية المجتمع المحلي وكون الشركة الأم مصفات البترول هي شركة أردنية مساهمة عامة متواجدة في السوق الأردني منذ ما يزيد عن 60 عاماً فهي على اطلاع بأحوال سكان المنطقة الفقيرة وحاجاتهم الأساسية التي أهمها الشعور بالدفء في فصل الشتاء.
وتم تخصيص ما يقارب 1000 عبوة سعة 20 لترا من مادة الكاز لتوزيعها بالتعاون مع أذكية أم علي على الأسر الأردنية المحتاجة. أيمن الحمود، رؤيا. وعلى الخير إن شاء الله دائما مجتمعين. رح نرجع نكمل نحكي عن حديثنا عن حملتكم على الخير اجتمعنا، بس أول شيء استوقفني إنه شركة جو بترول هي مساهمة عامة والضمان الاجتماعي من كبار المساهمين بهاي الشركة. طب أنا كمواطن أردني بفكر إنه أنا بهمني الضمان الاجتماعي يكون دائما عنده دخل لأنه هو مستقبل الأردنيين، كيف أنا كمواطن بدي أشجع جو بترول؟ أول شيء شركة جو بترول هي مملوكة بالكامل لمصفات البترول، ومصفات البترول هي مملوكة للشعب الأردني. لأنها شركة مساهمة عامة. لأنها شركة مساهمة عامة، فبالتالي أكبر مساهم فيها هو الضمان الاجتماعي. فالمواطن هو لازم يحافظ على أموال الضمان الاجتماعي، فبالتالي لما يعبي من أحد كازيات جو بترول فبالتالي المربح بده يجي لمصفات البترول، فبالتالي بعود إلى الضمان الاجتماعي وبرجع للمواطن. فهاي هي من الشعب الأردني وإلى الشعب الأردني. جو بترول هي أرباحها وكل دخلها من الشعب وإلى الشعب. طب شو الأعمال المستقبلية القادمة سواء كشركة، شركة تسويق للمنتجات النفطية وأيضا لخدمة المجتمع، شو الأشياء المستقبلية اللي ناويين تعملوها؟ احنا هدفنا أن يكون عندنا أكبر تشين، أكبر عدد كازيات بالمملكة للاستحواذ على أكبر حصة بالسوق، لأنه تعرف في 3 شركات بالأردن، وبعد فترة راح ينفتح السوق، ما بعرف يمكن خلال 2-3 راح ينفتح السوق، فبالتالي راح يكون احنا من المستوردين ويجب أن نحافظ على منتج جيد بسعر أقل. نعم هذا اللي راح نحافظ عليه. خلينا نرجعك تفضلي بدنا نرجع نحكي على الحملة على الخير اجتمعنا، كيف كانت من لما بديتوها؟ كيف لقيت ردود الفعل؟ قدي راح تستمروا فيها؟ على الخير اجتمعنا بلشنا احنا قبل أسبوعين، وزعنا تقريبا كميات من الكاز على 1000 عائلة داخل عمان. كان الفيدباك انه كانوا كثير مبسوطين، طبعا من خلال تكيت ام علي بنوجه لهم الشكر كمان، لانه بيعرفوا وين الاسر اللي بحاجة الى جلنكاز، لان تعرف في ناس كثير يعني ما بلاقوش حق جلنكاز، فبالتالي هاي لقت يعني، واحنا نوزع فيهم لقينا انه فعلا في اسر بحاجة لجلنكاز مش قادرين يجيبوا كاز، فهاي استحوذت على ناس كثير، فانطلقنا منها إلى المحافظات الجنوب، راح ننطلق لمحافظات الشمال، كل محافظة راح يجي نصيبها من الكميات هاي. تعرفي لما يكون في جلنكاز في 20 لتر فهو بشوفه يعني شيء جيد بالنسبة له. طبعا في عندنا مبادرات ثانية في مجال التعليم، مبادرات كمان مبادرات الصحة والسلامة المهنية، لازم نثقف المواطن الأردني في السلامة والصحة المهنية. احكي لنا أكثر عن هذه المبادرة، مبادرة التثقيف الصحي. مبادرة التثقيف الصحة والسلامة المهنية راح يكون في دورات للمجتمع المحلي بشكل عام، سواء من خلال التلفزيون أو من خلال دورات معينة لمؤسسات معينة بحد ذاتها في مجال الصحة والسلامة المهنية. طيب هلأ احنا بنعرف مهندس خالد انه تكلفة انشاء محطة محروقات مكلف جدا، فبعد ما صار خصخصة على الموضوع صارت يعني 3 شركات بدها يعني عم تستحوذ على السوق الأردني، اللي شخص مثلا عنده كازية ماشي هو بتوجه لكم ولا انتوا بتنقوا الكازيات اللي تاخدوها؟ لانه هلأ عم صيروا 3 شركات عم بشتروا، عم نشوف كتير كازيات انشرت وتجددت، صارت مملوكة لثلاث شركات. فهلأ جو بترول مثلا هلأ انتوا بتيجوا بتنقوا المكان اللي بدكم اياه، ولا مثلا ممكن اصحاب الكازيات يتوجهوا لكم؟ لا، في عندك نوعين، اول شيء في محطات مملوكه بالكامل لشركه جو بترول، وفي محطات نعمل شراكه معاهم، وفي محطات مملوكه للمواطن. المحطه المملوكه للمواطن له حريه الخيار انه يروح لاحدى الشركات، فبالنهايه كل صاحب محطة له الخيار أنه يتوجه بالثلاث سنوات الأولى اللي بتنتهي بشهر 5/2016 لأنه تخصخص القطاع بشهر 2013. فمن 2013 ل2016 راح صار إجبار لكل صاحب محطة أنه يتزود من شركة معينة. هسه بعد 5/2016 راح يحق لكل مواطن أو صاحب محطة أنه يتجه لأي محطة بده إياها، لأي شركة بده إياها مشان يتزود منها. فبالتالي الشركة ملزمة انه مثلا بصير اتفاق انه نحدد لك محطتك، بنركب لك مضخات جديده، بننظف لك الخزانات، بصير ضمن الريكويرمنتس تبعت الشركه اللي هي فيها احنا. هذا مقابل التزود فقط، مش شراكه، لا تعتبر شراكه مع جو
تزود فقط او اي من الشركات مقابل الأخرى. تزود فقط. وهناك محطات شركات مثلا زي احنا مثلا ممكن نشتري ارض ونبني عليها محطه بتصير المحطه مملوكه بالكامل لنا للجوبترول. وهناك اشخاص مثلا مش قادرين يديروا محطاتهم بنقول لهم تعالوا بنقيم المحطه وبنعمل شراكه حقيقيه بيننا وبينهم. هذا الحكي مش متوفر عند الشركات الثانيه. انتوا بتعملوا شراكه؟ احنا لحالنا اللي بنعمل شراكات. وممكن بعض الاحيان نستاجر أراضي صالحة لبناء محطات عليها. يعني إحنا كتير بنشوف محطات بيكون عليها اسم محطة عادي ولكن عليها شعار الجو بترول. هاي إما أن بتكون تتزود منكم أو إنه ممكن تكون ولا المملوكة لكم أو الشراكة ممكن يكون. لا المملوكة اسمكم. المملوكة بتكون اللوجو تبعها كامل. الكم. متكامل. والشراكة. والشراكة بتكون برضو اللوجو تبعها كامل. اللي مش مملوكة مثلا أو صاحب لسه بتزود منها. لحد الآن ما قرر بده يعمل أي شيء بس إحنا قاعدين يعني صرنا لحد الآن خلال سنة ونص أو سنتين محثين تقريبا 100 كازية سواء مملوكة للغير أو مملوكة لنا أو شراكة. إذن إحنا في ختامنا أن نتشكرك مهندس خالد زعبي مدير عام شركة تسويق المنتجات البترولية جو بترول. شكرا لحضورك معنا وأهلا وسهلا فيك. وشكرا لرؤيا لمتابعة دائما الفعاليات والأحداث اللي بتصير. شكرا لكم على مبادرة على الخير اجتمعنا. تسلمي. أهلا وسهلا.